السلام عليكم. شهرين مدري ثلاثة ومدري ايش، فين الخبير؟ اي والله انه خبير، بس خبير تدمير اوطان. وينك يا نوح الطيور؟ وينك يا نوح الطيور؟ شوف لنا في اي بدروم المخلوع ذا. ظل صاحب الصورة الموضحة امامك من يوم ما سمحوا ليش يحضر في ميدان السبعين، واختفى بعد ما دهده اصحابه وجزع عبتهم غلطة، ما ركبهمش حتى مطر لي رجل رجل، واللي فوق شاس فوق شاس. يبلغ الزعيم الضائع من العمر 71 عاما قضاها في النصب والاحتيال، ويدعى علي عباس بن عفاش ذو يزن المخرطي الشهير بالمخلوع. يرتدي كل يوم وجه لا يعرق ولا يستحي، فعلى من وجده ابلغ اقرب شاس وهم بيتصرفوا. اي والله اخرة المحنش للحنش، بس فينه؟ لا يكون راح يترهبان ويتفرغ لطلب العلم زي حزن زيط الخراء. كان قصده ابو عفشفش انه فتح للعرادين وفايشهم فوق الغلة، وبيسيطر بعدين وهم بيلبسوا التهمة وهو يطلع المنقد. كيف يا ابو عفشفش؟ مرتاح واخرتها كذا طصيتها غطسة. هذولك معاهم الامام الغائب ولا حضر حتى في يوم الامتحان، وانت بتكون شكلك الزعيم الغاطس. ما لا استحي جمعت كم من افلاخ وكم من عجوز للميدان وفديت الوجه دي قفاه. يا ليت مش بحق اللي زغلطوا لك وخطرفوا لك في الميدان وخليتهم درع بشري اول ما دخلت وطحست من بينهم اول ما خرجت عشان عم تغاوي مريم. باقي معك اربع عجائز وكامل خذاني، سيبتهم لمين؟ ترك الله يا دعيم الله ينصرك يا دعيم، حيينه حيا قلبك وحيين بكوار حيانه. انزلنا في الشبعي شردنا ومكانا في الجلعي. بالله عليك تفلت جماهيرك العظيمة دي وتخلوا الحوتي يشمت بهم؟ خليت أصحابك يبهوا للصف وكملت الحصة ودق الجرس وخرجوا راحة وهم راعين. لفلف الحوثة كل الوظائف للصنو والصنو والمؤتمرين يبهوا للصف. كان باقي معسكر العمالقة وقشوها الحوثة والمؤتمرين يبهوا للصف. معسكر الحرس بدمار لحق والحارس المؤتمرين يبه للصف. هيا ماذا الحين ملي عيناك اتفرج، برمي زيادة في السبعين واوبريت وخر وافساح والسيارات والحراسة وكم من ضفدع كذا وبنظارات يعمل زيك. ما عجبكش عبد ربه؟ هيا شوف لك، ها من قم دباب الغاز بضحيان مدري بأي ضاحة الى المنصة، حرام بيدخلوه من بين المطر. ذا كان يسموها الوزوزي يا تيس، سلمت له ولابن عمه ربح القرف دولة وبسلاحه تبروم قصدك. زقوا المهرة وانت اليوم زي الفار، من بدروم لا بدروم تستاهل لا ذمة العجوز هذيك. بس برضو يا ابو عفشفش وحشت الفكاهة، من يوم ما ارسل فايقة وياسر مبحشم وزوك للكويت وهو لا نخص. بيني وبينكم كله من ذاك اللغن هذاك، اوه ابو سمرة يا ابويا حق التحالف. اليوم لدينا معلومات دقيقة، اين يبيت علي عبد الله صالح ليليا؟ فقعته يا عسيري، قلني بزاك الله بيزيلك فقعته يا رجال. رجعت صفحته بالفيسبوك كله تعازي تقول صفحته فيات، عاد كنا نلاقي حاجة نضحك عليه. انما منكرش وفدهم بالكويت عوض خليل، اول ما وصل للكويت قال انه احمد علي مختفي وحطوه في اول كشف الاسرى. ياي احمد علي يا كبدي عليك يا حمادة. هيا فلتوا لأحمد يا اصحاب الهمارات، خلاص انتهت الحرب بالنسبه لكم، رحم الله شهداء التوشكا. يلا خلوا الليد هناك يروح يبارك للفندم الجديد ويقول له السلام عليكم، يروح يتمم كل شيء اللي هو السابق سارق الساعات. وجنب ابوه البدروم ما يعز اللهين. بس امانه يا زعيم، لما يرجع الولد العميد السفير انتبه له من فارس ابو بارعه، شوفه متوحش لا يغرك القشايب دي،
متوحش هذا ما يرحمش. سهل سهل، الجيش الوطني بيقاتل برجولة، ولا حتى الاف 16 بتقول بهم كلهم قاب سريع. لكن ابو بارعه ما فيش عنده حتى قليل رأفه. وحرام حرام اللي تهدق وتشقت على طول عمرك وطلعته قائد، ويا عشرة شلوا 20، واحمد علي قال، واحمد علي وخر، واحمد علي مش عارف ايش يعمل، وخربت ام البلاد عشان تورثه. صحيح انه طلع طيسي فيسي، وان اكبر مدبر يضيع وريثه ابوه بعد ما يموت، اما ابنك تعفر امها وعينك تشوف، بس برضو الضنا غالي. بس انتبه له من ابو بارعه، لو رجع، واذا تشتي قدمه انت، ما حد بيقول لك شيء، بس مش قدام الناس. كيف قلت لي؟ لم قد أن ولدته أمه، من يقول الزعيم أخرج؟ هيا كيف القصبة؟ الآن أنت ما معك إلا تستمتع وتوسع لليد، وقول لأصحابك راعي لي باقي لك، سامحني مش وقتك، وأش ولا ناس. بسألك سؤال، الثعلب يلد أم يبيض؟ رجع؟ يلد أم يبيض؟ يولد. لا يبيض ولا يولد. ثعلب يلد. كيد يلد. ثعلب طبعا يولد. يلد وام يبيض. يلد. يلد. يبيض. ثعلب ذكر كيف يبيض؟ ذكر ثعلب. ما هو. حنات عم ثالثة. والحوت. الحوت يبيض. 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 الحوت يبيض. يلد يلد يلد. الحوت. يلد. الحوت يبيض. يلد. يبيض. يبيض. الحوت على ما اعتقد انه يبيض، بس البيض يتكون في بطنه ويبقى حتى تقريبا في بطنه ويخري طازي. ويخري طازي. طيب حلوه المعلومه. الحوت جروب ذكر. انت في جروب. طيب الحوت يولد. طيب جميل. والمخلوع. مخلوع. مخلوع. وين المخلوع؟ انت تعرف وين المخلوع؟ شو المخلوع ده؟ حيوان. مخلوع. لازم تعطي الواحد يعني 5 دقائق تفكير. برد السؤال صعب. اوه مرة بيم عادي. من مخلوع؟ مخلوع عبد الله صالح. كلنا شكيت الريال. المخلوع من عبد الله صالح. ايوه. ايش هو يسوي؟ يلد ام يبيض؟ يلد. نبص عي المخلوع من ابو احمد. اول ابو احمد اسمه؟ لا عندي انا ابو احمد مكان. عاد ابو احمد. يلد. ايوه. المخلوع قال يلد. المخلوع هذا حيوان ده؟ المخلوع المخلوع يبيض. بس يعني مو قال لك حتى نتوزع على السياسه. يلا مشكورين. الله يحييكم. ابو احمد. ابو احمد وانت الحين قلت لي ابغى توامن ابو احمد. فندها بالمراهقه.